ماذا يعني السيطرة على منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10 وتعزيز تواجد القوات في منطقة الكيلو 16 وفقا للعميد الطنيجي ووفقا لضيفي الآن الذي ربما شرح باختصار عملية تطويق الحوثي؟ تحياتي لك والأستاذي العزيز دكتور محمد جميح. حقيقة العملية العسكرية منذ انطلاقتها حققت كل الأهداف التي سعت إليها. اليوم هناك سيطرة بشكل كامل على طريق صنعاء الحديدة في الكيلو 6 والكيلو 7 وكذلك الكيلو 10. في اعتقادي قطع الطريق هذا المهم والذي يستخدم من قبل الميليشيات الحوثية في دعم ميليشيات المتواجدة داخل مدينة الحديدة بالأفراد المغرر بهم وكذلك بالأسلحة هو يشكل ما يقارب 50% من نجاح المعركة باتجاه مدينة الحديدة. ولذلك فإحكام السيطرة على هذا الطريق وتأمين منطقة الكيلو 16 ونحن نتكلم على منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى كونها تعتبر البوابة الشرقية لمدينة الحديدة، تعتبر من الناحية العسكرية النسق الأول الدفاعي لمدينة الحديدة. كذلك يتواجد بها الكثير من المعسكرات منها المعسكر القوات الخاصة سابقا وكذلك معسكر التسليح التابع لقيادة المنطقة الشمال الغربية سابقا. كذلك يوجد بها معسكر أنشئ من قبل الميليشيات الحوثية بالجوار محطة الحاشدية المتجهة على طريق الحديدة تعز. ولذلك فإحكام السيطرة على هذه المنطقة تقطع كل الطرقات أو الطريق المهم الذي تتزود من الميليشيات الحوثية، يؤمن الأجناب للقوات التي ستخوض العملية العسكرية باتجاه مدينة الحديدة. وأنا في اعتقادي أنها ستسعى القوات ومن وراها التحالف إلى الوصول إلى دوار المطاحن من ثم الالتفاف شمالا عن طريق شارع الخمسين وصولا إلى نقطة الشام، وبذلك تفصل مدينة الحديدة عن كل الأطرقات وكل المناطق المحيطة بمدينة الحديدة حتى تصبح الحديدة محاصرة من جميع الاتجاهات. وحينها سيتم الدفع بوحدات متخصصة في إدارة حرب المدن داخل مدينة الحديدة. كيف توصف حجم التجهيز هذه المرة سيد يحيى عقيد يحيى في عملية وصفت بالمفاجئة أو المباغتة مقارنة بالعملية السابقة العسكرية السابقة قبل تجميدها؟ ما خصوصيتها هذه المرة؟ هل تنبئ بالفعل كما وعد التحالف العربي بأنه سيتم من خلالها تحرير المدينة ومنائها خلال ساعات وفقا لتصريحات التحالف؟ حقيقة هناك مفاجأة، ستكون مفاجأة في الوقت، ستكون مفاجأة في المكان وفي نوعية السلاح المستخدم باتجاه مدينة الحديدة. والجميع يعلم وكل العسكريين يعلمون أن لدى الجيش اليمني ولدى قوات التحالف القدرة على تحرير مدينة الحديدة في غضون ساعات، وما يمنع اقتحام مدينة الحديدة والاستيطان بالمدينة مباشرة هو الحفاظ على حياة المدنيين. نحن هنا ندير عمليات عسكرية إنسانية، ليست كما يديرها بعض الدول أو بعض الجيوش حينما تقتحم بعض المدن كما حصل في الموصل، ولن تتحرك الأمم المتحدة لأنها كانت بعض الدول التي تسعى بما يسمى حقوق الإنسان شريكة في هذا الاقتحام. اليوم هناك عمليات عسكرية، في اعتقادي أن التحالف سيقوم بعمليات عسكرية نوعية ودقيقة جدا يحافظ على المدنيين وسلامتهم بشكل أساسي، ثم الإطباق على الميليشيات الحوثية. ونحن نعلم أن الميليشيات الحوثية غير قادرة على إدارة المواجهة مباشرة لأن لا يوجد لديها غطاء جوي، لا يوجد لديها غطاء بحري ولا كثافة نيرانية، إنما تحتمي بالمدنيين، جعلت المدنيين كدروع بشرية، لجأت إلى التخندق وإلى حفر الخنادق داخل الطرقات والتمترس داخل أحياء المدنية سعيا منها إلى إفتعال أزمة إنسانية داخل مدينة الحديدة.